بابلو بيكاسو، الرسام الإسباني اللي كان يكره الاستعمار الفرنسي وواقف مع الثورة الجزائرية من نهار بدات. على هذه دار سلسلة أعمال فنية عبر فيها على معاناة المرأة الجزائرية في هذه الحرب، واختمها بلوحة رسمها ليلة وقف إطلاق النار بتاريخ 18 مارس 1962. اللوحة كانت صورة الجميلة بوباشا في حمى على قماش. سلكت هاد المجاهدة من الموت ولحقت حكايتها للبعيد. جميلة انزادت في 38 في بولوغين بنت العاصمة، خلت العزيز عليها على جال حلم اللي جمعها مع خياتها المجاهدات في لفلان الحرية. رفضوا السلاح، القفف، البراوات، دووا المجاهدين ووكلوهم وداروا كل شيء على جال الاستقلال. يضرب للجميلات وش كان راح يصرى في الثورة بلا التضحيات ديالهم، خاصة واحدة منهم اللي حكايتها تخلينا نحسوا بكامل وش جوزوا. في 1960 حبسوها هي وعائلتها ودوقوها المر من العذاب، اغتصاب، رخص، وتمرميد. هاد الشي كامل صبرت عليه جميلة، وبالفطنة اللي عندها استعملتها ضد اللي كانوا يعذبوها وكشفتهم في المحكمة وسمعت أنين العذاب ديالها للعالم. الكاتبة الفرنسية سيمون دو بوفوار والمحامية جيزال حليمي تأثروا بالقضية وكونوا لجنة الدفاع لجميلة باش يعاونوها. نشروا نداء في غاليمار وفي الغلاف ديالو داروا لوحة اللي رسمها لها بابلو بيكاسو. القضية لحقت للعالمية ونادت مظاهرة كبيرة قدام السفارة الفرنسية في طوكيو، واشنطن، وبزاف بلدان واحد أخرين باش تدعم قضية جميلة بوباشا. وفي الاخر بعد هذه المجهودات كامل عفوا عليها في اتفاقية إيفيون، وفي جويلية 2008 عرضوا اللوحة ديالها في معرض الفن الحديث في الجزائر العاصمة. اليوم قيمة اللوحة لحقت حتى 400 مليون دولار، بصح في قلوبنا قيمتها تبقى بلا حساب. ومنحكي لي على زمان، الله يرحم الشهداء فرقدة التراب، وانتوما في هاد العواشير ينفتحوا لكم جميع البواب.